الله يعطيك العافية ويسوق شحنك بالسلامة. طالما مشغول الأد كنت تلفين بتشرف لعندك على المكتب بحليلك. ها عضو مجلس اضرب واطرح. وانتو كم واحد؟ مين نحنا؟ المجلس أربعة. وبيده ربع مقدرات الوادي ينتعش انت مثل المطهر وروحي قش لهاد ويقص لهاد هذي ما سمعت إلا هنية. عضو مجلس حلاق ليش كان الحلاقة حرف صائت ببلاد برا؟ مو هيك القصد يا ابو رسمي، لكن عضو مجلس في الخارج سيارة تاخده اخرى ترده وهيجي الحلاق لنص الدار متاعه يقش له ويقش اجرته ويمشي. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعيما مقدما. الله ينعم عليك. تسمع ابو قاسم السمعة؟ خير ان شاء الله. قال عضو مجلس ببلاد برا عنده سيارة بيجي بحلوله. شو هالحكي؟ وعضو المجلس منين بيعيش؟ أغلق الباب. قامزو يعني عود أبو قاسم. يلا ويادي. سألتني عضو المجلس منين بيعيش؟ يعيش كما يعيش الآخرون. الآخرون مثل مين؟ أرجوكم يا أبو رسمي يا أبو قاسم، التصريحات انتهت. نورنا. مشكلتي مثل بالع الموس على الحدة، انصمت اختنق وانحجيت انذبح، لذلك أرجوكم اعتبروا أن الحديث انتهى عند هذا الحد وكأنكم لم تسمعوا مني أي شيء. ما استفدنا شيء. عيشوا كالآخرين، عيشوا مثل صهري مثلا، عمولة من هذا هدية من ذاك مبلغ من ذياك. أعوذ بالله يا رجل حشاه. المحترم أنظف من الصيني. إيه نعم منعرفه ومنعرف كيف عايش ببيته، التلفزيون ما عنده وفاتورته عندي آخر الشهر بدفع عجز. مظاهر، هذه مظاهر ليخدع الآخرين، ليخدع السذج الطيبون أمثالكم. الحين أني يبان علي أني صاحب ملايين. من حيث الظاهر باين عليك أندبوري. ألف رحمة لبياك. طيب إذا هالكلام هذا مزبوط ليش ما عم يتنعم هو وعياله؟ وين المصاري؟ خذهم لبر عيونه وأمن عليهم بنفس البنوك اللي أودع موالي بيها لكان هذه السفرة المفاجئة. شنية؟ هاي دعوة اطلع عليها المجلس. نعم. اطلعوا عليها عفاكم مفتحين ما شاء الله. هذه صفقة، صفقة هذه. من هذا هونغ كونغ؟ انت سمعت فيه قبل الحين؟ لا أبدا، أنا سمعان بكين كونغ. هونغ كونغ هذا مركز للتهريب والعمولات والأتاوات وتجارة الرقيق، لكن المشكلة صهري وما أقدر أحكي. لا أحكي، نورنا. أول اسمي أنت أعطيته رخصة عمار لأبو رياح. أعوذ بالله. ده كان أنت يا أبو قاسم. باطل. إذا لا أبو رسمي ولا أبو قاسم وأبو اليسر عمي ما يعملها أصبح آني. أستغفر الله. الله يعلم قديش قبض عليها المحترم. ونحن ما حبينا نفتح له سيرته لحتى ما يتحسس. شغلة بتحط له عقل بالكف. ألم تصعقتم نتائج الانتخابات؟ هذه المهزلة. كيف ينجح ياسين الأهبل ويسقط المعلم الأستاذ الجهبذ مروان؟ والله النتائج كانت مفاجأة للجميع. لا، ولكنها لم تكن مفاجأة للمحترم، لأن الصندوق استبدل من قبل الزبانية متاعه. وهذا يعني أن ياسين صنيعة المحترم وهيز ماسترز فويس، يعني صوت سيده، وكل ما يتفوه به ياسين في المجلس يعبر عن وجهة نظر مين؟ المحترم. شي بيسرسب؟ مو هيك؟ افهموا، تفهموا، اخرجوا إلى الحياة، ابحثوا عن ذاتكم. الليلة، الليلة سأجعلكم تطلون على الحياة من نافذة كباريه البحث عن الذات.